السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتواجدوا بمدينه تمارا وبالضبط شارع عبد الكريم الخطابي. هذا لازون هذه كتسمى النمسيه. تنقدموا لكم شقه الطابق الاول، المساحه تقريبا 97 متر، البليصه ديالك في السطح. خليكم معنا باش تشوفوا جميع لي ديتاي وبالقرب من مسجد الرضوان. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. الآن كنتواجدوا أمام الشقة اللي كما قلنا كتواجد الطابق الأول، المساحة ديالها 87 متر، ولكن هي فيها أكثر. 87 متر على الوراقي، ولكن هي راه فيها أكثر، فيها تقريبا شي 97. المهم أنا كنقول هاد المعلومات بهادو باش اللي هو انتريسي أنا غادي يتواصل معايا على الرقم الظاهر أسفله باش نعطيكم معلومات أكثر أو ديروا المعاينة وهذا. المهم أنا ملي كتدخل للشقة مام الدار تبارك الله راه مصلوحه مزيان، عندي ما نقول الصباغه خيال. اش غادي نقول لك؟ هنايا صالون، هذه راه مصيبه على حساب صالون. القبس تبارك الله مصيب مزيان. كاينين لي سبوت، الخشب جا هو تري بون كاليتي. راه الاصلاح ديال هاد الدار زوين بزاف، باش تفهموا شنو كاين، باش ما نعطيو الثمن ديك الساعة. حتى واحد ما يقول لا غالية لا بزاف. البنيرة جديد، البنيرة يلاه يلاه شي عام هادي تقريبا، باش ما كاينش واقيلا عام ولا عام تقريبا باش تبنات. هنايا كيفما كتشوفوا معانا هنا كولواغ صغير اللي من ممكن تكون شومبغ اكوشي بالبالكون ديالها. الشقة راه طروا فصاد وكاين الشمس ديال بصح، يعني راه مشمشة، يعني ما عندكش مشكل ديال الشمس. انا قريب لك جميع المرافق، هادشي قريب لك المسجد، قريب لك وسائل النقل، قريب لك كل شيء. يعني اي حاجه انت بغيتيها راه قريبه لك من هنا. انا عاوتاني بيت الكلاس حتى هو، يعني بغيتي دير فيه بيت الكلاس ولا شي حاجه. هنا كما كتشوفوا هنا المطبخ، لا كويزين حتى هي زوينه تبارك الله. انا عجبني الام دي اف باش تخدمات، الام دي اف وسميتو والرخامه اللي محطوطه فريمون والله تعجبتني. لا فينيسيون ديال الكوزين زوينه تيم كما كنقولوا مجموعه. انا سميتو نرى انا عاوتاني. المهم بلاكار، يعني الطريقه باش تخدمات هذا البلاكار هذا طريقه متقونه. هنا دوش وطواليت، يا لافابو هانتوما كتشوفوا كلشي قدامكم. شوفوا تبارك الله زدت لي حتى هو راه تري بون كاليتي. احنا كنحاولوا نقربوكم شويه من الواقع باش ديك الساعه. انت الهدف من الفيديو شنو هو الهدف من الفيديو؟ الهدف من الفيديو هو عزيزي المشاهد انك كتقرب عينك كتشوف شنو كاين باش لك انت ماشي من ديك الساعه راه كت. المهم هذه سويت بارونتال فيها جوج ديال لي بلاكار، هنا دوش وطواليت او تقريبا نفس الزليج نفس الزليج باش مخدومه. هاد الدوش طويط هي باش مخدومه الاخرى. وتحيه للجميع ورمضان مبارك. هنايا انتما كتشوفوا ما كاينش الرطوبه، ما كاينش حاجه سميتها الغموليه، الحيط كيتقشر البني باقي جديد. هنا شومبر اكوشي وما كتشوفوا معنا هنايا راه حتى انا راه كيجي واحد الوقيته كتوصل الشمس. المهم بالنسبه للثمن وهو 97 مليون، ليجيرمون نيغوسيا 97 مليون ليجيرمون نيغوسيا. هذا مكان. هنا كما كتشوفوا معنا ها هو البلاكار الثاني، كاين البلاكار الاول والبلاكار الثاني، يعني في سويت بارونتال. المهم اعزائي المشاهدين وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى تكون عجبتكم الشقه. خليو لنا التعليق اللي ما شرا يتنزه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. او محل تجاري وبغيتي تبيعو ومازال ما لقيتيش الشاري، كتقلبوا على عقار البيع ومازال ما لقيتوش داكشي اللي كتقلبوا عليه. عندكم مشروع تجاري او شركه وبغيتوا تطوروا خدمه التسويق والاشهار، شنو كتسناو؟ اتصلوا بيا دابا. مرحبا بكم معنا اعزائي المشاهدين بحلة جديده، معكم بدر مرواني اختصاصي في التسويق العقاري والاشهار وكذلك المشاريع.
فرق العمل غادي يقوم بحملات اعلانيه وفيديو احترافي للعقار ديالكم او المشروع ديالكم باش تحصلوا على نتيجه ايجابيه واللي ترضيك. هذا الفيديو موجه لك كشخص باغي يبيع او كيقلب على عقار ايضا، ولكن انت وكيل عقاري او وكاله عقاريه ممكن تكون بيناتنا شراكه وتبادل المشاريع. ايوا شنو كتسناو؟ تواصلوا معايا دابا على الرقم الظاهر اسفله سواء عن طريق مكالمه او واتساب باش نتفاهموا على طريقه العمل وشروط البيع. وما تنساوش تابوناو في قناه يوتيوب في رابط الفيديو باش يوصلكم الجديد عن طريق عقارات ومشاريع وايضا نصائح وبودكاستات. وشكرا لكم على المشاهده.